صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ومع بداية أسبوع جديدة مليئة بالتفاؤل والإيجابية بالتأكيد صباح الخير يا يعقوب. صباح النور يا عائشة، أكيد أصبح بالخير على كل من يتابعنا اليوم، وأتمنى لكم الاستمتاع بفقراتنا المتنوعة لهذا الصباح، ويسعد صباحكم وين ما كنتوا. إذن مشاهدي الكرام، كما تعودتم في صباحنا دائما نبدأ صباحنا بعناوين حلقتنا لهذا الصباح: ظاهرة التنمر وعلاجها، مشروع الكرسي الذكي لذوي الإعاقة، فعالية أمي سعادتي لذوي الإعاقة ومتلازمة داون تزامناً لعام زايد. طبعا مشاهدينا، بعد ما تعرفنا على عناوين حلقة لهذا الصباح، دائما نبدأ عائشة حلقاتنا بأخبار الصحف المحلية لدولة الإمارات لهذا الصباح. الخبر الأول اللي عندي مشاهدينا الكرام من صحيفة الخليج: استشارة الشارقة يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال. أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته 13 التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع لمشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة وتوصياته بشأن سياسة دائرة الشؤون والضواحي والقرى في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأستها خولة عبد الرحمن ملا رئيس المجلس الاستشاري. وقالت مشاهدينا الكرام رئيس المجلس الاستشاري خولة عبد الرحمن الملا أن الجلسة في موضوعها عبارة عن مناقشة لمشروع إحدى أهم الدوائر الحكومية في الشارقة في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وأضافت لأهمية وأدوار واختصاصاتها تضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة أنها دائرة الأشغال العامة ومشروع قانون تنظيم ما تعنى به من أعمال الذي يمثل أهداف غاية في الأهمية من خلال تحقيق التميز والكفاءة والارتقاء بمستوى التنفيذ والأداء في المشاريع والمرافق العامة للوصول إلى الجودة الشاملة. طبعا دائما يا عائشة المجلس الاستشاري له دورات تنعقد بشكل أسبوعي، وهناك أمور كثيرة تناقش ولها أهمية كبيرة وأيضا مخرجات كبيرة لهذا المجلس. نعم، كذلك يعقوب بالنسبة للمجلس الاستشاري دائما من يعني نرى في جلساته وكذلك في الانعقادات التي تقام في هذا المجلس في مقره، هناك جلسات حوار، كذلك يستقطب الشباب، تستقطب جميع فئات المجتمع حتى تشارك في هذا المجلس، لأن بالفعل مجلس برلماني مختص بشؤون إمارة الشارقة بجميع شؤونها بالحقيقة. أكيد طبعا. نعم. له مخرجات كثيرة إيجابية. نعم. على أفراد المجتمع. الخبر الثاني مشاهدينا الكرام: سلطان بن أحمد، الحكومات الناجحة توظف جميع الوسائل الإعلامية لتحقيق أهدافها. أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة في تطور مستمر، واكتسب سمعة جيدة داخل الدولة وخارجها، وأشار إلى تطور الإعلام الرقمي وتسارعه لدرجة كبيرة جعلت الحكومات عاجزة عن مجاراته، وأن الحكومات الناجحة يجب عليها أن توظف جميع الوسائل الإعلامية من صحف وإذاعة وتلفزيون والتواصل الاجتماعي لتحقيق أغراضه الخاصة، مع وجود هذا الكم الهائل من القنوات والوسائل المستخدمة وتنوع أدوارها العامة. طبعا منتدى الاتصال الحكومي راح يكون إن شاء الله في نهاية هذا الشهر والأسبوع. نعم. هذا راح يكون إن شاء الله، وراح تكون هناك مناقشة كبيرة ومخرجات كبيرة لهذا المنتدى من حيث الإعلام الرقمي. طبعا نشاهد اليوم تطور كبير يا عائشة في البرامج التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد. نعم. فلا بد مناقشة كل هذه الأمور وتأثر وسائل الإعلام التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف من خلال الوسائل الحديثة الموجودة، واللي طبعا احنا كنا نستخدمها. نعم. بشكل يومي. نعم، الجميل يعقوب مثل هذه المنتديات، بالنسبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إمارة الشارقة يعتبر أيقونة بالحقيقة، وأيقونة صحيح. حقيقية تجذب التجارب والخبرات العالمية في مجال الاتصال الحكومي. بالنسبة لهذا العام سوف يتناول موضوع الاتصال الرقمي وكيف تستخدم الرقمية ويستخدم الإلكترونية
الإلكتروني في الإعلام كذلك، لأن بالفعل لو دخلنا في موضوع الذكاء الاصطناعي ودخلنا في موضوع أمور أخرى بالفعل أصبح العالم يتجه إلى التطور التكنولوجي، والآن نحن في ثورة تكنولوجية مهمة جدا، فأصبح التطور من ناحية إن أتينا الناحية الإعلامية وإن أتينا إلى نواحي الحياة الأخرى بالنسبة للفضاء، بالنسبة لأي قطاع من القطاعات الأخرى في الحكومة، فجميعها تتجه إلى الذكاء الاصطناعي، وجميعها يتجه إلى الابتكار الرقمي أو الابتكار بالتحديد. بالنسبة قبل شهر تقريبا كان شهر الابتكار، فمثل هذه الأمور تجعلنا أكثر بحثا وأكثر تطلعا لهذه المواضيع التي بالفعل الآن نحن في عصر ذا وتيرة متسارعة وذا وتيرة متغيرة، فنحتاج إلى مثل هذه الخبرات، نحتاج إلى مثل هذه المعارف حتى نوعي مجتمعنا من خلال هذه المتدعيات التي تقام في الدولة. أكيد طبعا، حتى وسائل الإعلام التقليدية يا عائشة تأثرت بالوسائل الإعلام الجديدة، بحيث أن الآن لا تخلو مثلا أي جهة أو أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو حتى خاصة من استخدام هذه البرامج مثل وسائل برامج التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام وغيرها، فلا بد مناقشة هذا الأمر بالفعل. وأمر جدا مهم للنقاش بحيث أن تكون مخرجات إيجابية والكل يتعرف على سلبيات وإيجابيات الإعلام الجديد. كذلك يعقوب بالنسبة للتواصل الاجتماعي أصبح مؤثر في الحكومات، يعني هذا الأمر يجب أن لا نغفل عنه، لأن التواصل الاجتماعي أصبح منصة حقيقية في إيصال الرأي العام، يعني ما رأيناه في الفترة السابقة من ظواهر حدثت في المنطقة العربية وفي حتى في تشكيل الرأي العام إن أتينا إلى الدول الأجنبية وحتى إن كانت الدول العربية، هنا يجب أن نتنبه لموضوع التواصل الاجتماعي وكيف يتم عملية ضبط التواصل الاجتماعي وكيف نوعي المجتمع بهذا الموضوع. أكيد، أصبحت برامج التواصل الاجتماعي نتلقى منها كمية كبيرة من الأخبار، فلا بد معرفة مثلا الحسابات الرسمية اللي ممكن احنا ننتقي منها الأخبار. الخبر الثالث مشاهدينا الكرام، ملتقى الأطفال العرب يبحث عن حق التنمية المستدامة. يمثل تكرار الشعار الذي رفعه الأطفال منذ انطلاقة الدورة السابقة تأكيد ندائهم إلى صنع القرار في العالم العربي لتوجيه خططهم المستقبلية نحو تمكين الجيل الجديد من العلوم بمعطياته الحديثة ومتطلباته العصرية ومهاراته التقنية المحفزة على الابتكار والإبداع ويعبر الأطفال بهذا الشعار عن حقهم في الحياة في حياة آمنة مستقرة في اكتساب العلم والمعرفة التي تؤهلهم للمستقبل، ليسمع العالم أصوات الصغار التي تنادي بحقهم في التنمية المستدامة واكتساب علوم العصر التي تؤهلهم للمستقبل. دائما إمارة الشارقة لها مبادرات كثيرة حقيقة لدى الأطفال، وترعى الأطفال في ملتقيات في فعاليات كثيرة، ولابد علينا الاهتمام بالأطفال يا عائشة لأنها فئة مهمة جدا في المجتمع وجزء لا يتجزأ أيضا من مجتمعنا في دولة الإمارات. كذلك يا عقوب، إن تم تهيئة بيئة ممتازة للأطفال بالفعل سوف نخرج بجيل واعي، جيل مثقف، إن كان الطفل قارئ منذ صغره فسوف يحجن جيل قارئ، إن كان الطفل في صغره كذلك ملم ولديه الثقافة فسوف يخرجنا جيل مثقف ومطلع على العالم. إذا بالنسبة لملتقى أطفال العرب، الذكر لما كنا صغار كنا نطلع الصراحة من المدرسة إلى هذا الملتقى ونشارك عفوا في هذا الملتقى. نعم. كان هناك أوبريت يقام، كان هناك حفلات تقام، فبالفعل يعني محظوظين الآن، أعتقدنا الآن أصبح الأمر أكثر متطور عن السابق. إذا ما زلنا في الصحف المحلية ونتجول في الصحف المحلية، والآن أنتقل إلى صحيفة الاتحاد وفي الخبر بالصفحة 36، إذا هناك خبر بعنوان جلسة نقاشية في الرياض الدولي للكتاب. نورة بن هدية، ثقافة بلا حدود، رحلة نحو الوعي بالحياة والوجود. حديث نورة بن هدية مدير مبادرة ثقافة بلا حدود في إمارة الشارقة حول الفعل المؤسساتي لاستثمار الكتاب في الفضاءات المعرفية امتد نحو التأكيد بأن تجاوز الحدود في التعاطي مع المنهج الإبداعي عبر الكتاب يمثل رحلة وعي بالحياة والوجود، وأن هدية المكتبة في كل بيت التي أهداها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة سيكون استمرار
الأخبار لنهج استدامة المعرفة في الفكر المجتمعي بهدف تأصيل أهمية الكتاب كونه قادرا على خلق الأسئلة وإعادة إنتاجها عبر المنجز الثقافي. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمت في معرض الرياض الدولي للكتاب ضمن البرنامج الثقافي لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين. نعم. إذن في هذا المعرض معرض الرياض الدولي للكتاب أقيمت جلسة حوارية وشاركت فيها نورة بن هدية لمؤسسة أو ثقافة بلا حدود. فذكرت نورة بن هدية بأن ثقافة بلا حدود مشروع تراكمي على مدى سنوات طويلة ودراسة مردودة تتطلب من الكثير أو تتطلب الكثير من الأحيان مراقبة متأنية في ومتابعة دقيقة. في هذا الصدد أشارت نورة بن هدية أن مبادرة مكتبة لكل بيت ستخضع لبحث ميداني يتضمن دراسة ردود الفعل وأثر الاستجابة المعرفية التي نخلقها أو تخلقها البيئة المنزلية وارتباطها بالفعل الاجتماعي. كذلك أن هناك في مبادرة ثقافة بلا حدود تركز على مكامن حاجة الجمهور وطرق تواصلهم مع الكتاب والذي نتج عنه مبادرة مكتبة المكتبة المتنقلة. إذا مثل هذا المشروع كذلك المكتبة المتنقلة من المشاريع الجميلة جدا في خلال تنقل هذه المكتبة في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لإمارة الشارقة. إذن بالنسبة للمكتبة المتنقلة رأينا عبر هذه المبادرة في الحافلة التي تتجول في أنحاء إمارة الشارقة والتي صممت بطريقة إبداعية. تأتي هذه الطريقة الإبداعية من خلال تضمن واحتوائها على أغلب ما يرغب به القارئ، إضافة إلى استثمار المشروع أيضا للبنى التحتية في شبكات المواصلات العامة. إذن من بعد المكتبة المتنقلة كذلك هناك مشروع آخر، المكتبة الإلكترونية. هذا ما كنا نتحدث عنه بأن بالفعل يجب أن نواكب التكنولوجيا والتطور التكنولوجي. المكتبة الإلكترونية من جهتها أوضحت نورة بن هدية بأن الكثير يعتقدون أن البعد الرقمي يشكل تحديا بالنسبة للورقي، ولكن في ثقافة بلا حدود اهتموا كذلك بجعل المفهوم تكامليا أقرب إلى موازرة الورقي مع الإلكتروني بهدف مراعاة الشغف الرقمي ومواكبة للتنامي الافتراضي. وأضافت نورة بن هدية أن مبادرة ثقافة بلا حدود تبحث عن التطوير بشكل مستمر ومستمدة من منهجية نحو إمارة مثقفة وجيل قارئ. نعم. إذن الإلهام الداعم للأشكال والتعبير المؤسسي بفعل ثقافي على الأرض. كذلك أوضحت أن إيصال ما يفوق 1,000,000 كتاب حتى الآن منذ تأسيس المبادرة يوحي بالإيمان الذي تتبناه إمارة الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام في حق خلق البيئات المعرفية وجعلها أسلوب حياة يتركز فيها المجهود ومجهود الفرد على حق الحصول على الكتاب. أكيد طبعا ثقافة بلا حدود يا عائشة، وإمارة نعم. الشارقة بشكل عام اهتمت كثيرا في القراءة، فنشاهد مبادرات كثيرة في إمارة نعم. الشارقة وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تثقيف المجتمع، والحمد لله المجتمع متقبل والآن يحرص أيضا على القراءة. نعم. مثل ما قلت يعني ثقافة بلا حدود عبارة عن مكتبة في كل بيت، يعني حقيقة حتى اللي ما يقرأ ممكن أنه يقرأ أكيد. في هذه المبادرة أكيد. مشاهدينا هذه كانت جملة من الأخبار المحلية لصحف دولة الإمارات لهذا الصباح، والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية. ابقوا معنا.
شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة مشاهدي الكرام في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح، اعتقد ان اخذت دورك عائشه صحيح؟ لا ولا اخذت دوري في فتره اللي كان العرض فيه درجات الحراره، كنت قاعده اسولف فيه يعقوب اقول له يعقوب شو السالفه درجات الحراره قاعده ترتفع. انا اذكر اخر مره كنت مقدمه صباح الشرقيه كانت الحراره 19 20 الحين في 36 وفوق وطالع ما شاء الله. فالله يعيننا ان شاء الله على هذا الجو. خلاص يعني نسبه يعني احنا كافراد دوله الامارات تعودنا على هذا الجو عائشه. نحن من دون هذا الجو طبعا ما نعيش، يعني ما نعيش ابدا، يعني احنا نفرح بهالشهرين هذا الشهور يعني بالبرد والبراد. تغيير يكون. البر اصلا ما يتم فيه بقعه وما يتم فيه شيء، لكن من بعد شهر 4 اعتقد كل حد الى الاماكن المغلقه. اكيد. ومثل ما عودناكم مشاهدينا الكرام في كل حلقه، في بدايه كل حلقه يكون عندنا موضوع للنقاش، واليوم موضوعنا عن الخجل، هل هي صفه محموده أو مذمومة وكيف ممكن نتعامل معها؟ ممكن في بعض الأحيان الشخص الخجول يجد صعوبة كبيرة عايشة في تكوين العلاقات مع الآخرين، سواء حتى تحسينه منعزل نوعا ما عن المجتمع، سواء حتى في بيته مع عائلته أو حتى مع أفراد المجتمع الخارجي أو حتى في بيئة العمل، فيجد صعوبة كبيرة في تكوين العلاقات. في أسباب كثيرة طبعا، ممكن تكون أسباب وراثية أو حتى ممكن في صغرة صار له موقف فخلاص يعني من شب على شيء شاب عليه. فممكن أمور كثيرة إحنا ممكن أن نتطرق لها في موضوع الخجل عائشة. نعم، بالنسبة للخجل يعقوب، يعني موضوع الخجل يمكن مواضيع اللي جميل أن تناولناها في برنامجنا اليوم في هذا البرنامج الصباحي. نعم. لأن الخجل ربما يكون له أسباب متعددة، إن كان سبب اجتماعي وإن كان حتى سبب نفسي تعرض لها مثل ما تفضلت يعقوب هذا الشخص في طفولته أو حتى في مرحلة من مراحل حياته، لكن يعني يأتي بهذا الخجل عدم الثقة بالنفس، قد يأتي فيه أنه بالفعل يعني غير مندفع وغير متداخل وليست لديه علاقات اجتماعية مع المجتمع. نعم. لكن يجب أن نفرق بالحقيقة بين الخجل وبين الحياء، لأن الحياء يختلف تماما عن الخجل. أكيد. فالحياء هو مثل اللحاء بالحقيقة، يعني يجب أن تتحلى به المرأة ويتحلى به الإنسان، لأن الحياء يجب أن نميز، الحياء هو العفة، هو طريقة التصرف، وبعيد عن قل يعني عفوا عن قلة الأدب وحتى عن قلة الاحترام للشخص الآخر، إن كان بكلام سيء أو حتى إن كان بأسلوب معين. فيجب أن نفرق بين الحياء وبين الخجل. إذا مشاهدي الكرام الآن ننتقل إلى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نكمل ما تبقى من برنامجنا وبالبرنامج صباح الشرقية، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد مشاهدين الكرام لنكمل صباحنا عبر برنامج صباح الشرقية. إذن يعتبر التنمر ظاهرة سلبية من نوعها، ويسميها بعض صغار السن شجاعة ليصاب الآخرين بالخوف منهم. ولمناقشة هذا الموضوع بشكل أكبر خلونا نرحب بضيفتنا الأستاذة همسة يونس، مستشار تربوي. صبحك الله بالخير أستاذة همسة. صباح الورد عائشة. إذن أستاذة همسة، يعني التنمر دائما ما نستمع لهذه الكلمة، ويعني بالفعل أصبحت أكثر تعج فيها ساحات المدارس بالتحديد، يعني فيعني نستمع بأن كمصطلح ظهر في المجتمع مصطلح التنمر. بالسابق كنا نستمع لمصطلح الشراسة، أو ربما يكون الطفل عنادي أو حتى يكون أكثر يعني متحدي، لكن التنمر، ما هو التنمر حتى نفصله بشكل تربوي ونفساني أكثر؟ التنمر هو إيذاء جسدي أو نفسي. نعم. يمارسه شخص على شخص أو مجموعة على مجموعة، وعادة بيكون في تفاوت في القوة الجسدية أو النفسية ما بين الطرفين، وإله أكيد أسبابه في المجتمع، وعادة ما ينتشر أكثر مثل ما قلتي في المدارس. نعم، تشكل ظاهرة التنمر في المدارس أو حتى ما السبب الذي يجعل هذا الطالب أو يجعل هذا المراهق، لأن أعتقد أغلب من يتنمرون هم المراهقون، يعني ما الذي يجعل هذا المراهق أو هذا حتى ربما الطالب يكون طالب أو يكون شخص متنمر؟ أقول لك حاليا بطل موضوع التنمر مقتصر على المراهقين كما في السابق، الآن بتلاقيها حتى في المرحلة التأسيسية للصغار اللي ما بين 6 سنوات ل10 سنوات، عم تلاقي في تنمر بشع بين الأطفال.
وهذا بيرجع للبيئة الأسرية اللي جاي منها الطفل. وأنا كأم عانيت مع 3 أطفال من حالات التنمر سواء صبيان أو بنات. هون كمان بيرجع دور الأسرة والمدرسة للوقوف على هاي الحالات. فدائما يعني من الحالات يعني 3 حالات اللي أنا مريت فيها كان في أسباب نفسية للطالب أو الطالبة المتنمرين. تعاملنا إحنا سواء أهل الطالب أو الطالب المتنمر عليهم مع الطالب المتنمر وتعامل المدرسة معه كتير يعني أساسي، لأنه غالبا ما بنتعامل مع المتنمر بطريقة سلبية. نعم، إحنا نستخدم العقاب فقط. يعني إحنا بنوجه تعاملنا مع المتنمر إنه إحنا نعاقبه. نعم، وهذا خطأ كبير، لأنه العقاب مش الحل ومش رح يوقف المتنمر عن ممارسة التنمر. بالعكس، قد نخوفه أنه يتنمر على الشخص الفلاني لكن حيجد ضحية أخرى. نعم، بالنسبة لموضوع التنمر وكيف يكون التدخل، ذكرت أنه يجب أن يكون تدخل عقلاني. طبعا، فهذا التدخل العقلاني قد يعني يحل هذه المشكلة بنسبة كبيرة أعتقد. أكيد. نعم، لأنه لازم نقف على الحالة النفسية للطالب المتنمر. نعم، شو الأسباب اللي عم تخليه يمارس هذا التنمر على زملائه الأضعف منه أو الأصغر منه؟ ليش؟ أكيد في أسباب نفسية حقيقية يجب أن نقف عليها، لأنه المتنمر أكيد هو مش متوازن نفسيا، هو تعبان نفسيا، في حالة قهر أو حالة خلل نفسي عنده. نعم، عم بيمارسها على الآخرين. قد هو يكون عم يتعرض لعنف أسري. نعم، وبالتالي عم بيفرغ هذا العنف. ربما هو مقهور في أسرته ومش حاسس بوضعه الاجتماعي داخل الأسرة. نعم، ربما في إخوانه أشطر منه أو إخوانه شخصياتهم أقوى، فبالتالي هو مكبوت في المنزل عم بيمارس فرد العضلات. نعم، في المدرسة على الآخرين. إذن هناك كتير أسباب. إذن يعني همس استلخصت من كلامك أن أسباب التنمر الأغلب قد يأتي عدم ثقة في النفس. طبعا. نعم، يعني عدم الثقة بالنفس قد تؤدي إلى أن يكون هذا الطفل متنمر. زعزعة مثلا، عدم الثقة وزعزعة أو عدم يعني منح هذا الطفل أو حتى هذا الشاب يعني دوره الاجتماعي ويعني إمساكه زمام الأمور. قد تكون أيضا بطرف آخر أنه يكون بالعكس مغرور. هو ماخذ وضعه الاجتماعي، هو عنده ثقة بنفسه زائدة بسبب أيضا أساليب تربية في الأسرة، وبالتالي هو شايف أنه هو أفضل من الجميع، هو أقوى من الجميع، هو قادر على فرض سيطرته على الكل، وأنه كلمته لازم تكون مطاعة، وأنه هو الرقم واحد اللي لازم الكل يمشي على كلامه. أيضا الغيرة خاصة في مجتمع البنات شيء صعب يعني جد. يعني في مجتمع الصبيان ممكن يصير التنمر غالبا جسدي. نعم، عرفتي كيف؟ لكن التنمر الأصعب والأكثر دهاء هو التنمر النفسي اللي ما تلاقي عليه أصلا أي أدلة. نعم، فهذا بكتير بيصير في مجتمع البنات، واللي بقولك عانيت فيه مع بنتين اثنين. يعني أنا بناتي تنتين قضينا شهور، طبعا كل واحدة في مرحلتها الإعدادية تحديدا. نعم، أنه شهور على بكا، يعني أنه مش قادرة يعني تتقبل الضغط النفسي اللي عم تمارسه ضدها طالبة من الطالبات من زميلاتها. هون كان لازم أنا أشتغل على تقوية بنتي، أنه أنت لازم قديش تشتغلي على نفسك أنه تكون قوية، مش أي كلمة ولا أي تعليق يهزها. فهون نعم، كمان دور الأسرة أنه تزرع القوة النفسية عند طفلها أو طفلتها لحتى ما تهزها أي كلمة. يعني تفوق الطالب أحيانا. نعم، أو الطالبة، بقولك بمجتمع البنات أكثر. نعم، بيخلي فيه غيرة، وبالتالي هاي الغيرة بتؤدي إلى تنمر غير مباشر. يعني عملية إغاظة وعملية تصعيب الموقف على المتنمر. نعم، المتنمر عليه، وبالتالي ما بيلاقي حل غير انه يبكي. نعم، او انه ينسحب، او انه انا بنتي الثانيه وصلت لمرحله انه هي ما بتروح على المدرسه في حاله تنمر نفسي عليها. ليش انت الاولى؟ ليش انت دائما اللي بتفوزي؟ أيوة. ليش فبالتالي وصلت لمرحله قالت لي لا انا ما بروح المدرسه. عدم التدخل الصحيح من إدارة المدرسة ووجود حزم وقوانين حازمة في موضوع التنمر بيخلي الطلاب المتنمرين يتمادوا. هلا إحنا بدنا قوانين حازمة، وبدنا أيضا علاج
صحيح وسليم للمتنمر، مش فقط عقوبات، أبدا مش عقوبات، لكن يكون في عند المتنمرين تأكد أنه في قوانين حازمة في المدرسة تحمي الطلاب الآخرين، لأنه في تفاوت في القوة بين الطلاب. فحرام أنه إحنا كإدارة مدرسية نترك الأمور هيك يصير في حالة تمرد وحالة سيطرة من طرف على طرف. مدرسة بنتي كان تعاونهم معي رائع لهالحد في البنتين، لأنه هن في نفس المدرسة في الإعدادي كانوا، فالتعامل الصحيح من الأخصائية الاجتماعية ومن الإدارة عفوا مع موضوع التنمر ساعدني أنا كأم أنه نحتوي الموقف، وانه يعني يكون في راحه نفسيه لبناتي في انه يرجعوا يداوموا في المدرسه براحه نفسيه. نعم. وبالتالي كان في تعامل صحيح ايضا مع الطالبات المتنمرات، ما كان مجرد عقاب. فهذا التعامل المتكامل مع الموضوع من مدرسه واداره في توعيه بالموضوع كثير بيخفف علينا. جميل عندما تكون الجهات التعليميه والمدارس لديها كذلك بالنسبه لسياسه الضبط او ضبط السلوك في هذه المدرسه، وكذلك طبعا. يعني من خلال في السابق كان اختصاصي اجتماعي، اما الان تغير المفهوم فاصبح المرشد الاكاديمي. نعم. فيحتوي هذا المرشد الاكاديمي الطالب، ويعني حتى يصل الى ما سبب هذا التنمر بالضبط. ولماذا هذا الطالب متنمر على اقرانه. اذا همسه ودي اسالك انواع التنمر، اكيد التنمر انواع، التنمر عفوا انواع ومراحل، ما هي اشد مراحل التنمر وما هي يعني ابسط مراحل التنمر؟ بدايه حيكون تحرش لفظي. نعم. وبيبدا بشكل بسيط، لكن كل ما المتنمر شاف انه الضحيه اللي امامه ضعيفه كل ما تفنن اكثر بايذائها. نعم. ومثل ما قلت لك الاذى النفس الجسدي قد يكون بسيط امام الاذى النفسي، وكل ما كان ما في اثبات او دليل. نعم. على هذا الموضوع كل ما زاد وتفنن في الموضوع. اذا هون بيجي موضوع الحوار بيني وبين ابني، وقديش علاقتي قويه معه لحتى يجي يحكي لي، لانه في كثير اطفال بيقعوا تحت التنمر. نعم. وما بيحكوا. ليش؟ لأنه ما في حوار مفتوح بينه وبين الأهل، وما في علاقة جميلة إنه حتى يعبر عن مشاعره، لأنه ممكن عارفة يخاف إنه يتعرض لتأنيب، ويتعرض هو المتنمر عليه يتعرض لتأنيب وعقاب من الأهل، أنت ليش ضعيف؟ ليش ما بتدافع عن نفسك؟ أيوة. فهو حيخاف من ردة فعل الأهل، ما عنده ثقة بردة فعل أهله، وبالتالي حيضل ساكت وخايف، ويظل الطرف الآخر المتنمر يمارس. نعم. ضده التنمر. كذلك هم سأذكر لما كنا بأيام المدارس بالحقيقة، يعني هذا يعني موقف كان يمر علي في كل فصل. نعم. يعني على عدد الطلاب في هذا الفصل يكون في الفصل يعني واحد او طالبه صاحبه زعامه بالحقيقه. ايوه صاحبه زعامه. صحيح. وحتى في فتره الفسحه او فتره الاستراحه الطالبات الضعاف الشخصيه هم بنفسهم يروحون للمقصف. ايوه وياخذون الوجبات ويجيبوها لهم للفصل. قديش موضوع محزن. نعم. فمثل هذه الامور يعني لما تكون موضوع الزعامه وموضوع انه كانه يكون هذا متنمر حب السياده، كيف نمحي هذا الموضوع؟ نرجع لموضوع التربية في الأسرة. نعم. قديش أنا معطي ثقة لابني في نفسه أولاً، قلت لك يكون في حوار إنه لو أنا من البداية ممكن في أطفال عندهم تبعية مش قياديين. نعم. تمام؟ هدول أكثر عرضة للوقوع تحت التنمر والوقوع تحت سيطرة البيج بوس هدول. نعم. الشخصيات هاي. فبالتالي أنا لما يكون في حوار بيني وبين ابني ويجي يحكي لي أنا بذكائي حفهم إنه هو رايح لجهة التبعية وإنه في شخص مسيطر. أيوة. بالتالي ألحق الموضوع من بدايته. إذا ما في حوار أنا كيف بدي أعرف شو عم بصير مع ابني أو بنتي، وألحق الموضوع لأنه بتبين هاي ملامح الشخصية من الابتدائي. إنه ابني تابع أو قيادي. نعم. فإذا كان تابع لازم أشتغل على شخصيته لحتى يكون مستقل بذاته، لأنه طول ما هو تابع حيتعرض لتنمر، حيكون إنسان ممسوح الشخصية، حيتعرض لكثير مواقف سلبية في حياته ما حيعرف يعالجها. كذلك همسة يعني بالحقيقة ودي أدخل بنقطة. نعم. المعلم عليه دور أو حتى مشرف الفصل عليه طبعاً. دور كبير طبعاً. لأني ذكرت في موقف صار بالمدرسة يعني لهذا الموضوع والمجموعة الفتيات. نعم. أن في هذا الشخص المتنمر عليه كانت يعني استغربت معلمة أن هذا الطالب يعني بالنسبة للمقصف إشراف بين المدرسين يعني هم يكون من. نعم. يتولى موضوع البيع للطلاب. نعم. فاستغربت أن هذا الطالب لما يطلع بعشر شطائر أو عشر سندويتشات يعني
غريبة لمين؟ فسألت لمين؟ فتابعت المدرسة هذا الموضوع، انتبهت أن عرفت أن بالفعل هذا الطالب، هذه الطالبة أنها تأخذ الوجبات الغذائية لزملائها السياد الفصل يعني. صحيح صحيح. في هذا الموضوع تم قطع حد. نعم قطع حد للطالبات وكذلك الطالبة. صحيح. زادت ثقتها بنفسها. صحيح. كثير في دور مهم للمعلمة. ذكرتيني بموقف. نعم. أم بتحكي أنه هي رايحة تأخذ ابنها بمرحلة الكيجي 2 ولقت دخلت الفصل وفي نفس اللحظة كان في طفل تاني يعني هو متعود يتنمر على ابنها، متعود يتنمر على ابنها، لكن في هاي اللحظة هي شافته بعينها. نعم. أنه هو داعس عليه يعني ابنها على الأرض والولد داعس عليه وبحضور المعلمة، بحضور المعلمة، فهي ثارت الأم ويعني صارت تصرخ على المعلمة. هلأ كان في تبرير من المعلمة اوكي في سبب، السبب انه هذا الطفل صار له تقريبا 4 أو 5 شهور متوفي امه. نعم. ففي سبب نفسي اكيد عم بيخليه غاضب وحزين وعم بيمارس هذا الغضب بطريقه سلبيه، لكن ايضا انه يصير هذا الموقف بحضور المعلمه طبعا ايضا خطا كبير، لانه لازم يكون في احتواء للطفل ومحاوله انه ما دام انت عارفه وضعه النفسي ووضعه الاجتماعي اللي حصل انه فقد امه، فبالتالي يكون في احتواء لهذا الطفل ومحاوله اعاده تهيئته نفسيا بحيث ما يصير مصدر اذى لنفسه ولا الاخرين، لانه هلا عنده تبرير، بعد شوي ما حيكون عنده تبرير، صح ولا لا؟ فاحنا نساعده انه هو يتجاوز هذه المشكله لحتى ما تبقى سبب لسلبيته مع الاخرين. نعم. همسه قبل ان نختم معاك حوارنا اليوم. هذا الحوار الجميل جدا التربوي بالفعل نحتاجه، تحتاجه كل ام وتحتاجه كل معلم في السلك التعليمي بالفعل. نصائح منك همسه حول كيف نحد من ظاهره التنمر في المدارس او حتى في المجتمع. بداية نضع الإيجابية في أطفالنا. نعم. نبني حوار وثقة ونعطيهم الأمان في ردود أفعالنا. ثانيا المدارس لازم يكون في رقابة كبيرة من المدارس لعدم وجود الشلالية مثل ما قلتي وما يفرض حد سيطرته على حد. كل ما كان في رقابة من المدرسة وحوار في الأسرة كل ما احنا تجاوزنا موضوع التنمر. نعم. عزيزتي همسة كل الشكر على تواجدك اليوم معنا. نشكر الأستاذة همسة يونس مستشار تربوي، شكرا لك على تواجدك. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى فقرة الإيجابية التي بنتعرف فيها على موضوع جديد يتكلم عن تأثير التسامح، وكلنا نعلم أن التسامح أو للتسامح تأثير كبير على الصغير والكبير. خلونا نتابع المهندسة بشاير المنصوري ونتابع كيف يكون التسامح أثر في النفس. صباحكم خير. اليوم راح أكلمكم عن تأثير التسامح والمغفرة على السعادة والإيجابية. في حقيقة مؤلمة ومخيفة جدا. الشخص اللي ما يقدر يسامح أو ما يقدر يغفر راح تتجمع عنده سحابة من الشحنات السلبية، وهاي الشحنات السلبية أو الذبذبات السلبية راح تحفز خلايا مخيفة جدا تخلي الجسم تتكاثر فيه خلايا سرطانية. فمن أهم أسباب مرض السرطان هو عدم المسامحة. وفي دراسة أيضا أن الأشخاص المصابين بمرض السرطان كانت عندهم مشكلة نفسية عميقة ما قدروا يحلونها. فإذا التسامح عندنا هو حل أول شيء للأمراض النفسية، ثاني شيء للأمراض الجسدية ومنها السرطان والقولون والسكر وارتفاع ضغط الدم. فحتى أعلمكم تقنية التسامح اليوم لازم أول شيء تنوون نية أن أنتم تغيرون حياتكم للأفضل وتسامحون الجميع بدون استثناء من أسأتوا له أو مساء لكم. فتقنية الغفران تقنية جدا سهلة. أول شيء تستحضرون اسم الشخص اللي أساء لكم أو أنتم أسأتوا إلى حتى، وتتخيلون هالشخص واقف قدامكم وتكررون عبارات حب وسلام لهالشخص. فلان أنا سامحتك، اذهب بسلام وأنا أحبك. تكررون كلام حب كلام سلام بكل اللغات يمشي الوضع، راح تشوفون أن الذبذبات السلبية والشحنات اللي ناتجة عن الغضب راح تخف مع الأيام. فهذا هو كلامنا عن الغفران، وإن شاء الله يكون له أثر وتطبقونه حتى تحققون السعادة. شكرا. إذن نشكر المهندسة بشاير المنصوري على هذه النصائح. بالفعل التسامح مهم في حياة الإنسان وفي حياة الفرد والمجتمع. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نكمل ما تبقى من برنامج صباح الشرقية. ابقوا معنا.
رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل. الإبداع من أبرز المزايا العقلية التي فضل بها الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات، واليوم راح نستعرض نبذة من هذا الإبداع من خلال مشروع الكرسي الذكي للطالبة شمسة علي عبيد. شمسة صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. شحالك؟ الحمد لله تمام. الكرسي الذكي لو تكلمينا، طبعا الكرسي موجود عندنا في الاستديو راح نتطرق له إن شاء الله من خلال هذه الفقرة. بداية شمسة، فكرة مشروع الكرسي الذكي. الفكرة هي تخدم أصحاب الهمم والمسنين. في حالة الشخص اللي يدفع الكرسي إذا كان مشغول بالتليفون أو بأي شيء ثاني، فهذا الكرسي يقوم بتنبيهه من خلال السنسرات الموجودة. نعم. السنسر اللي على اليمين واليسار اللي هو مسؤول عن الريد لايت، السنسر اللي قدام اللي هو مسؤول عن اللايت والصوت، عساس الشخص ينتبه إذا كان في أي حاجز قدامه. جميل. وكيف جتك فكرة المشروع شمسة؟ من خلال موقف صادفني ببحيرة كلبة، إنه كان في رجل مسن قاعد على الكرسي وكان عامل يدفعه، فالعامل كان مشغول بالتليفون وكانت في نزلة، فإنه هو كان يمشي مو منتبه لها النزلة، فكان المسن إنه كان بيطيح، لكن الله لطف فيه وإنه ما صار في شيء. ومن خلال هالموقف أنت قررتي إنك تبتكرين كرسي متحرك اللي هو كرسي الذكي، في شيء يخدم هذه الفئة عساس ما تتضرر. ومتى بديتي في المشروع تقريبا؟ تقريبا بداية العام يعني. بداية هذا العام. جميل. ومنو ساعدك في المشروع هذا الكرسي الذكي شمسة؟ طبعا أول شيء أن كنت وايد أسوي برمجة، فتنحذف عني هالبرمجة، فاضطريت إني أخذ من مساعدة من مهندس مختص وله خبرة، انه هو كنت اتعلم منه وساعدني في انتاج هذا الكرسي. الحين الكرسي هذا خلاص موجود، مثلا نقدر نقول انه موجود في السوق ولا للحين ما انطرح في السوق؟ لا للحين. زين، انت كيف تفكرين او كيف يعني رايك في طرح هذا الكرسي في السوق من اجل يعني خدمه اصحاب الهمم؟ أنا الحين بادية اني انا انشره في المؤسسات، في جهات مختصه لهذا الكرسي، واني ان شاء الله اخذ، اني قاعده احاول على اساس يكون لي ملكيه فكريه فيه، وحد يتبنى المشروع وبعدين ان شاء الله يكون في السوق ان شاء الله. ومنو ساعدك مثل ما قلتي الدعم؟ في دعم مادي وفي دعم معنوي، يعني مثلا ابوك امك في البيت لما شافوك مثلا انت مقبله على ابتكار معين، كيف ساعدوك كيف حفزوك شمسة؟ طبعا اول شيء ان امي وابوي الله يحفظهم لي ساعدوني في كل شيء، ان انا هم نموا هالموهبه اللي فيني، موهبه الابتكار، وحفزوني بكلامهم تشجيعهم، وان بعد دوله الامارات حفزت بما ان هذا الجيل جيل الابتكار. صحيح. فنحن نسعى دائما مع دولتنا للمركز الاول، وحتى الدوله تحفزنا على الابتكار والتقدم. كان في شهر الابتكار في الامارات، عرضتي هذا الكرسي في مكان شمسه؟ ايه عرضته في المعرض الوطني للابتكار في اماره دبي 5 أيام تقريبا. ما شاء الله. عرضت هناك الفكره، وكان معالي حسين الحمادي وزير التربيه والتعليم، نعم، اثنى على مشروعي، وخاصه حد في سني ابتكر هذا الابتكار، وكان وايد مستانس من الفكرة. والتقيت بعد بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، والعديد من الوزراء. جميل. الحين شمسة نبغيت تشرحين لنا التفاصيل بشكل أكثر، استخدامات هذا الكرسي وكيف ممكن للشخص أنه يستخدم، حتى تقولين بعد بعض التفاصيل لكيف كيفية استخدام هذا الكرسي. شمسة تفضل. أول شيء هو الكرسي أي شخص يدزه ككرسي عادي. جميل. لكن أنه يختلف عن الكرسي العادي بالسنسرات الموجودة. حلو. أن السنسر اللي قدام اللي هو على طول إذا شاف أي حاجز أي حفرة أي شيء قدامه يوقف، يقوم بها، لا يقوم بالصوت أساس أن الشخص ينتبه. تمام. وعندي بعد اللي هي التوصيلات اللي وراء والبرمجة اللي سويتها، وعندنا زر الان والاف اللي هو شغل الكرسي وبنده. والكرسي الحين بالبطاريه، لكن ان شاء الله انه في المستقبل بخليه بالطاقه الشمسيه ان شاء الله، وبضيف عليه بعض الاشياء. جميل. وشو الصعوبات اللي واجهتيها عند اختراعك لهالكرسي الشمسه؟
مثل ما قلت لك انه اكثر صعوبه واجهتني اللي هي تنحذف البرمجه عني. طبعا من اول ما جاتني الفكره صعب يكون تنفيذها طبعا، بس انا اصريت لان في دوره الامارات ما عندنا شيء مستحيل اكيد، فاصريت اني اسوي هذا الكرسي. طبعا الكرسي كان هذا الكرسي كان موجود عندي في البيت، والاشياء الباقيه كلها كانت من عاد التدوير. حلو. ما عاد هي البرمجه لما كانت تنحذف فاضطريت اني استعين بمهندس. جميل، وخلاص انت الحين متقنه تماما شغل هذا الكرسي يعني. لو على سبيل المثال خلاص مثلا حد تبنى هالفكره خلاص راح ينطرح في السوق، انت خلاص ملمه تماما بفكره هذا الكرسي وكيفيه عمل هذا الكرسي. الناس لما شافوا الكرسي في المعارض اللي شاركتي فيها في شهر الابتكار في الامارات شو كان رايهم؟ في كانت يعني انا كنت محطت لهم ورقه الاراء الايجابيه والاراء السلبيه. طبعا انا الاراء السلبيه اني ما استهين فيها اذا كانت تساعدني في تطوير هذا الكرسي. حلو. بس الاغلبيه ان الفكره بسيطه لكنها تخدم وطن كامل، تخدم فئات معينه. فياتني يعني تعليقات ايجابيه واراء ايجابيه وآراء سلبية. وكيف تتعاملين مع الآراء الإيجابية وتتعاملين مع الآراء السلبية؟ يعني الإيجابية تكون نوعا ما محفزة شمسة صحيح، لكن السلبية ممكن تكون انتقاد نوعا ما، فأنت نفسيا كيف تتعاملين مع هذه الآراء؟ أنا أول شيء أشوف مثلا كاتبين لي إن مثلا المشروع حلو بس يحتاج كذا وكذا تضيفين عليه، إن مثلا هو من بدال الصوت يوقف بروحه، هذا شيء ممكنني انا اضيفه في الكرسي. صحيح. اما ان اشياء سلبيه ان المشروع ما حلو او ان يعني ما في شيء يخدم لها، فانا هذه الاراء اني انا استبعدها لان تكون من ناس معينين او نسبه قليله يعني. اكيد طبعا. شمسه طبعا هذا الاختراع الاول لك صحيح؟ شو ناويه في المستقبل تكوني؟ انت صف كم بدايه؟ سادس. سادس ما شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله. مستقبلا يعني لما توصلين لمرحله مثلا 20 سنه 25 سنه، بما ان هذا اول مشروع اختراع لك، مستقبلا شو تحبين تكونين؟ انا اني اكون في المستقبل هي. اتمنى اني اكون سفيره او وزيره اخدم بلادي. واني انا بعد عندي عده افكار. حلو. فان شاء الله بنفذها، ما بعلن عنها الحين لما انا انفذها وابدا اشتغل فيها، وبعدين ان شاء الله بعلن عنها. جميل. الكرسي هذا مثل ما ذكرتي له مواصفات معينه، في حد ساعدك مثلا في مثلا اعطائك لمواصفه صفه معينه في هذا الكرسي، او كله كامل اختراع من عندك شمسه؟ لا، هو شوف، هو اول شيء كانت فكره ان هي هذه الفكره وانا طبقتها يعني، بس الاضافات اللي جاتني بعدني ما سويتها فيه. شو الاضافات اللي ممكن تضيفينها على الكرسي؟ مثل ما قلتي مثلا يوقف روحه. هي يوقف بروحه، وانه هو يشتغل بالبطاريه، ممكن اخلي بالطاقه الشمسيه لان البطاريه انه ما بتدوم يعني. بعد انه من بدال هني يكون بس لايت، يكون ليت وصوت، وانه بعد يكون موجود زر انه ممكن الشخص اللي يدفع الكرسي ما ينتبه لما يكون في صوت، الشخص اللي قاعد ممكن يضغط على الزر يوقف الكرسي من بدال الشخص اللي يدفع، من باب التنبيه يعني. جميل. لك افكار مثل ما ذكرتي انك ممكن انك تخترعين اشياء لكن ما راح تعلنين عنها. يعني هل اختراعات راح تكون في نفس المجال او في مجالات اخرى الشمسة؟ يعني انت مثلا تفضلين مجال معين مثلا في الذكاء الاصطناعي مثلا؟ لا، يعني هو مثلا يعني هي مواقف تصير لك وانت تقول ليش ما يسوي كذا وكذا وكذا، انا بروحي اقدر اسوي هالاشياء اللي انا تي في بالي من خلال هذا الموقف. فانا مثلا هالمره سويت هالابتكار لاصحاب الهمم والمسنين، عندي مثلا شيء يخدم المرور، شيء يخدم اشياء ثانيه في الدوله. طبعا في الاخير شمسة علي عبيد، شكرا على حضورك معنا في برنامج صباح الشرقيه، وشكرا على الكرسي الذكي اللي اخترعتيه، وان شاء الله نشوفه في اقرب وقت ان شاء الله في السوق ويخدم فئه اصحاب الهمم. اتمنى لك ان شاء الله التوفيق وفي كل اختراعاتك القادمه. شكرا شمسة. العفو، مشكور. مشاهدينا ننتقل معكم إلى فعاليات المنطقة الشرقية، حيث عقد في المجلس البلدي اجتماع لمناقشة فعاليات أيام الشارقة التراثية. مثل ما نشوفه في كل سنة هناك إقبال كثير على هذه الأيام المنتظرة. نشاهد هذا التقرير والتفاصيل وراجع لكم.
نظم معهد الشارقة للتراث الاجتماع التنظيمي الثاني للجنة العليا المنظمة لفعاليات أيام الشارقة التراثية بمقر بلدية كلباء بحضور سعادة سعيد سالم النقبي نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات أيام الشارقة التراثية بكلباء ومدير بلدية كلباء سعادة المهندس خلفان عبد الله بن عيسى الذباحي ومدير معهد الشارقة للتراث فرع كلباء الدكتور سعيد مبارك الحداد وعدد من الموظفين في الدوائر الحكومية المشاركة في الفعالية. حقيقة يعني كل عام احنا نتجمع في هذه الظاهرة الجميلة التي يأمر بها صاحب السمو سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظ الله حاكم إمارة الشارقة. هذا دور كبير علينا احنا حسب توجيهات سموه. هذه احنا نعتبرها تظاهرة حقيقة جميلة نبرز فيها تراث أجدادنا تراث آبائنا ونعرف أجيالنا القادمة والأجيال إن شاء الله الجاية بإذن الله تعالى بهذا الموروث الجميل. ناقش الاجتماع الثاني لفعاليات أيام الشارقة التراثية في مدينة كلباء عرض مخطط القرية التراثية في المنطقة والتعريف بموعد انطلاق الفعاليات والفترة الزمنية لها، وتم تحديدها من 13 حتى 20 من إبريل، بالإضافة إلى مناقشة تصورات رؤساء اللجان المقترحة وفريق العمل وفتح المجال للجهات المشاركة للنقاش وتقديم آرائهم ومقترحاتهم والصعوبات التي يجب تخطيها لتسهيل هذا العرس التراثي في المنطقة. هدف هذا الاجتماع إلى إبراز أيام الشارقة التراثية في بيئتها وعاداتها وتقاليدها والحرف التي يمارسها أهالي المنطقة، بالإضافة إلى تحفيز كافة المؤسسات الحكومية والمحلية في المنطقة لمشاركتهم وتقديم ما لديهم للجمهور. شاهدنا تفاصيل تحضيرات أيام الشارقة التراثية مشاهدينا الكرام، ودائما أيام الشارقة التراثية عاشت تحظى باهتمام كبير من صاحب السمو حاكم الشارقة من إمارة الشارقة. نشاهد أيام الشارقة التراثية الكثير إقبال كبير من أفراد المجتمع، ونشاهد الفعاليات الكثيرة من أهازيج شعبية أو حتى نتعرف على ماضي آبائنا وأجدادنا والأعراف لهذه الثقافة الإماراتية. نعم بالفعل يعقوب، أيام الشارقة التراثية في جميع نسخها ودوراتها تعتبر ملتقى السابق في الحاضر بالحقيقة. نعم. لأن في هذه الأيام يعني بالنسبة لآبائنا وأجدادنا، الأجداد الله يرحمهم بعضهم، لكن بالنسبة للآباء والسابقين كانوا يعني يعني في هذه الأيام يسترجعون الماضي ويحنون صحيح. إلى الماضي، وكذلك الجيل الجديد والنشأ يعني يعرفون حياة آبائهم وحياة الجيل السابق. هنا يعني تأتي لدينا يعني في هذه الأيام أكثر يعني إحساس بالأيام السابقة وكيف كانوا يعيشون في تلك الأيام. صحيح، يمكن حتى أيام إحنا ممكن ما عشناها، لكن من خلال هذه المهرجانات التي تقام أو بعض الفعاليات التراثية تلامس بعض نعم. الأشياء اللي ممكن إحنا الأشياء أو الحياة اللي ما عشناها ممكن تلامس واقعنا الآن. أكيد. إذن ما زلنا في فعاليات المنطقة الشرقية، وبالنسبة لغرفة تجارة وصناعة كلباء، نظمت غرفة تجارة وصناعة كلباء محاضرة تسويقية لرائدي الأعمال، وما نسى أهمية هذا المجال الكثير من الناس بما أن أغلب الأشخاص أصبحوا وأصبح اتجاههم للتجارة. تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير فلنتابعه. نظمت دائرة غرفة التجارة وصناعة الشارقة فرع كلباء دورة بعنوان الكاريزما التسويقية لرائد الأعمال بحضور سيدات ورجال الأعمال ومجموعة من موظفي الدوائر الحكومية، مؤكدين في هذا الصدد على حرص غرفة التجارة وصناعة الشارقة بدعم كافة الأنشطة والبرامج التدريبية. الكاريزما التسويقية لرائد الأعمال هو عبارة عن برنامج تدريبي مبتكر ارتأت أن تقدمه غرفة تجارة صناعة الشارقة متمثلة بمكتب كلباء. الكاريزما التسويقية لرائد الأعمال هو عبارة عن برنامج يتحدث عن رائد الأعمال، كل المحتوى اللي راح يقدم خلال هذا البرنامج سيحاكي شخصية رائد الأعمال، كيف يفهم نفسه، كيف يقدم ذاته، كيف يتعامل مع من حوله، كيف ينمي تواصله بطريقة إيجابية مع عملائه. وتأتي هذه الدورة انطلاقا من إيمان غرفة الشارقة بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية،
كونها قاعدة يعتمد عليها اقتصاد أغلب دول العالم وتسهم في أبسط كافة القطاعات الاقتصادية. تضمنت الدورة عناوين مهمة جداً مما ساهم في تفاعل ومشاركة الحضور، ومنها مفهوم الكاريزما والذات وكيفية توصيل الفكرة للطرف الآخر وكسب ود العملاء والكثير من الأساسيات التي يجب أن يعلمها كل رائد أعمال. طبعاً هذه الدورة تأتي ضمن اهتمام وحرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على الارتقاء بالقطاع الخاص من خلال توفير وتقديم العديد من البرامج التدريبية والتي نهدف من خلالها إلى إيجاد بيئة استثمارية ناجحة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة. طبعاً هذه الدورة في الحقيقة يعني تشمل على العديد من المحاور، ومن من من أهم هذه المحاور هناك طبعاً جانب العناصر التي يستطيع من خلال الشخص التأثير على الآخرين. تهدف الدورة للارتقاء بقطاع الأعمال وخاصة ذات العلاقة بالشباب المواطن من خلال تعلم الطرق والأساليب الحديثة في إدارة المشاريع الاستثمارية المجدية والتعرف على التجارب الناجحة. إذن مثل هذه الندوات والمحاضرات التي تختص بريادة الأعمال وتشجيع الشباب للدخول في عالم ريادة الأعمال، بالفعل رائد الأعمال ومن يدخل في موضوع التجارة يحتاج إلى كاريزما، فالكاريزما التسويقية مهمة جدا في الشخص المقبل على الأعمال وريادة الأعمال. صحيح، ومثل هذه الندوات تفيد كثير، خصوصا في من خلال تقرير كنا نسولف أنا وياك عائشة كثرة التجار في برامج التواصل الاجتماعي، فمثل هذه الندوات راح تفيدهم في مجال التجارة. مشاهدين، أقام مطعم بنت النوخذة بالتعاون مع مركز كلباء للطيور الجارحة فعالية بعنوان أمي سعادتي، وتم تخصيصها لذوي الإعاقة ومتلازمة داون والأمهات المساندات لهؤلاء الأبناء. خلونا نتابع هذا التقرير وراجع لكم. نظم مطعم بنت النوخذة والمقهى الشعبي رحلة ترفيهية إنسانية إلى مدينة كلباء تحت شعار أمي سعادتي للأطفال والفتيان أصحاب الهمم والأمهات المساندات لهؤلاء الأبناء. بمركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الإعاقة، وذلك احتفالا بيوم الأم ومتلازما ومتفاعلا مع مزايد. وتم احتوائهم في مركز كلباء للطيور الجارحة بالورود تعبيرا عن مشاعر السعادة والحب. استهلت الزيارة بمشاهد المشاركين للعروض الحية للطيور الجارحة والتعرف إلى أنواع الطيور المختلفة والمتواجدة في المركز وتثقيفهم بسبل الحفاظ عليها من الانقراض. ضمن مبادرة عام زايد رحمة الله عليه، نظم مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مطعم بنت النوخذة والمقهى الشعبي بكلباء مبادرة ورحلة ترفيهية إنسانية توعوية للأبناء في الذي صادف في اليوم العالمي لمتلازمة داون وأيضا يوم الأم ويوم السعادة. فقلنا أن نحن هذه المبادرات نخليها تحت شعار أمي سعادتي، أولا مع معرفتنا أن الشيخ زايد رحمة الله عليه كان يحب البيئة، ومركز كلباء للطيور الجارحة فيها الكثير من الطيور المهددة بالانقراض، ومعرفة الحيوانات والطيور الجارحة وتعزيز التوعية البيئية، فضلا عن تكريم الأمهات عرفانا في دورهن. الأمهات هن اللي اخترناهن في تكريم الفعالية، الأمهات المنتسبات لمركز المشاعر اللي يؤهلون ويعتنون بأصحاب الهمم. استفاد الحضور أيضا من ورش العمل المقدمة من مرشدات المركز حول أهمية الابتكار وإعادة التدوير للمحافظة على البيئة وتجسيدها في عمل هدية تقدم للأم تعبيرا عن مشاعر الحب والامتنان لها. ومن ثم تم عرض مادة فيلمية قصيرة عن دور الأم في بناء الأسرة والمجتمع، تخللتها احتفالية بسيطة تم فيها تكريم الأمهات المنتسبات لمركز المشاعر الإنسانية وتوزيع بعض الهدايا التذكارية للأمهات وأصحاب الهمم. شاهدنا هذه الفعالية مشاهدينا الكرام بعنوان سعادتي أمي. يعني الأسبوع الماضي كان يوم الأم، فكثير شاهدنا الكثير من الفعاليات تقام في الدوائر الحكومية المؤسسات الخاصة، أو حتى إحنا في بعض الأحيان قمنا بفعالية في البيت. عائشة، أغلب البيوت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية كانت يعني تعود بالحقيقة بتبريكات التهاني لكل أم يعني بمناسبة يوم الأم. بالفعل الأم يعني
عنصر مهم في المنزل وعنصر حتى أقل شيء لو نطلع شوية وبنرجع نوين أمنا. بالضبط. نعم. إذن ما زلنا مستمرين في برنامج صباح الشرقية وما زلنا مستمرين ونسلط الأضواء على الفعاليات في المنطقة الشرقية. إذن عقد مجلس البلديات والزراعة والثروة الحيوانية اللقاء التعريفي الأول في المجلس البلدي لمدينة خرفكان في منطقة نحوة، وذلك لتنمية العلاقات المشتركة ولمعرفة التفاصيل. خلونا نتابع هذا التقرير. نظمت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية اللقاء التعريفي الأول مع المجلس البلدي لمدينة خرفكان في منطقة نحوة لبث سبل التعاون وتضافر الجهود ووضع أسس تنمية العلاقات المشتركة. حضر اللقاء سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خرفكان، وعبد الله خلفان النقبي والي منطقة نحوة وأعضاء المجلس البلدي. عندنا بعض المشاريع نود منها طبعا متابعتها في الدوائر الحكومية. أنا ذكرت كل المشاريع الموجودة عندنا، والله طول عمر الشيخ طلطان جزاه الله خير ما مقصر معنا بشيء. أنا طلبت من أعضاء المجلس ومن رئيس المجلس ومن مدير البلديات، وكانت أيضا موجودة المهندسة فوزية مديرة البلدية، بعض المشاريع ذكرتها في الرسالة. بعض المشاريع هذه احنا نتمنى من المجلس متابعتها في الدوائر الحكومية المختصة، منها تسوية الطريق اللي يربط المنطقة القديمة بالمنطقة الجديدة طبعا عن طريق هيئة الطرق. كذلك عندنا شعبية جديدة تتكون من 9 بيوت والطريق جاهز وموجود لكن يحتاج لإنارة، فطلب منهم إنارة الطريق. كذلك عندنا أراضي موجودة في المنطقة، طبعا أهل المنطقة يحتاجوا لعزب، عندهم حيوانات عندهم أغنام، فبلغنا على أساس أنه يوزعوا لنا بعض العزب على بعض الأهالي حسب الشروط الموجودة في المجلس البلدي. تخلل اللقاء رفع أسماء عبارات الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ثقته الغالية في تعيين أعضاء المجلس البلدي، وأكد الحضور مواصلة عملهم المشترك لترجمة توجيهات سموه في خدمة المواطنين والارتقاء بمختلف الخدمات. احنا حقيقة سعداء جدا اليوم اللي متواجدين في اجتماع تعريفي مع سعادة رئيس مجلس البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة، وهذا اللقاء يعتبر لقاء تعريفي مع السادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مدينة خرفكان، وهذا الاجتماع في منطقة النحوة لتعريف الأعضاء بتوجهات المجلس واستراتيجية العمل إن شاء الله للأيام والأشهر القادمة. في نهاية اللقاء توجه سالم النقبي رئيس الدائرة بالشكر لجميع الحضور، وأكد على أهمية تعزيز التواصل والتفاهم وتطوير العمل المشترك بين الدائرة والمجالس والبلديات ومختلف هيئات ومؤسسات الدوائر الحكومية. إذن مثل هذه الاجتماعات التي تخص المناطق التابعة لإمارة الشارقة مهمة بالفعل يعقوب، يعني تغير من حياة المنطقة وكذلك تأتي لهذه المناطق يعني خدمات أكثر. لمناقشة مثلا الحلول اللي ممكن حتى أو المشاريع التطويرية في هذه المناطق. مشاهدين، نظم مجلس الشارقة الرياضي مهرجان شيص الترفيهي وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، التفاصيل في هذا التقرير. نظم مجلس الشارقة الرياضي مهرجان شيص الترفيهي في منطقة شيص الجبلية التابعة لمدينة خرفكان، ويأتي هذا البرنامج بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما يوليه من اهتمام لإمارة الشارقة. تم اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى انطلاق مهرجان شيص الترفيهي الأول الذي ينظمه ويعده برنامج مجلس الشارقة الرياضي برعاية كريمة من هذا المجلس. تم إقامة الاحتفال هالكبير اليوم في المنطقة شيص لدخول الفرح والسرور للأطفال أهالي أطفال منطقة شيص، ويأتي هذا البرنامج بناء على توجيهات وأوامر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى اتحاد حاكم إمارة الشارقة، وما يوليه من اهتمام في الرياضة في إمارة الشارقة والمناطق التابعة إلى إمارة الشارقة.
تضمن حفل افتتاح المهرجان العديد من الفقرات الاستعراضية كالرقصات الشعبية ومشاركة مجموعة من نوادي المنطقة الشرقية كرياضة الجودو والتايكواندو والكاراتيه والعديد من العروض. نحن حقيقة سعداء اليوم في حضورنا منطقة شيص للمهرجان شيص الرياضي في هذا التجمع، صراحة التجمع الجميل في هذه المنطقة الجميلة بالحضور الجمهور، حقيقة ندل على شيء إنما دل على يعني حبهم لهذه المنطقة وتنفيذهم حقيقة للدعوة اللي وجهت لهم، وهذا صراحة مو غريب أيضا على اللي احنا شفناه في الفقرات الترفيهية اللي تم يعني تقديمها خلال هذا المهرجان. فالشكر الجزيل حقيقة لمجلس الشارقة الرياضي على تنظيم هذا المهرجان، والشكر الجزيل على القائمين على هذا المهرجان وعلى الأخوة المسؤولين في منطقة شيص، ونحن نشد على أيديهم أن هذه المهرجانات تكون مستمرة أو دائما إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا دائما نكون من الحضور ومن المشجعين لها ومن إن شاء الله المروجين لهذه المنطقة السياحية الجميلة. يهدف المهرجان إلى تقديم سلسلة من الأنشطة الهامة لترسيخ التراث عبر جناح للأدوات والمقتنيات القديمة، كما يتيح الفرصة للأطفال للمشاركة في ورش تدريبية للرسم والتلوين والعديد من الرياضات. شاهدنا هذه الفعاليات مشاهدينا الكرام والأنشطة الترفيهية التي أقيمت في شيص. حقيقة في بعض الأحيان الجانب الترفيهي جدا مهم عايشة في حياتنا، فلا بد تكون في فعاليات وأنشطة في مجال الترفيه. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، مستمرين في نقل المعرفة لكم خلال برنامج صباح الشرقية. إذن ننتقل الآن إلى فقرة العادات الغريبة من العالم ونتعرف على إحدى العادات الخاصة بأحد الشعوب، خلونا نتابعها. تحتفل ألمانيا بما يسمى فصل السنة الخامس بطقوس غريبة خارج عن المألوف يعود أصلها إلى القرون الوسطى. يرتدي المحتفلون الأزياء التنكرية كما يلونون وجوههم في أجواء مليئة بالبهجة والمرح. تشهد كولونيا مواكب استعراضية فيما يعرف بإثنين الورود، يعود أصل هذه التقاليد إلى العصور الوسطى. نظم أول موكب استعراضي لإثنين الزهور عام 1823، حيث اتخذت من ساحات المدينة الرئيسية طريقاً له. في الوقت الحالي يستقطب هذا الطقس ملايين المحتفلين من مناطق مختلفة في ألمانيا. الكرنفال هو طقس احتفالي، ينطلق الاحتفال في الساعة 11 والدقيقة 11 من اليوم 11 من شهر نوفمبر، حيث يتنكر الألمان ويرقصون ويغنون وتوزع الحلوى بالأطنان. لم تتوقف مسيرات الكرنفال كل يوم اثنين زهور إلا في سنوات الكوارث والأمراض وسنوات الحروب التي شهدتها المنطقة في العصور السحيقة. في اثنين الزهور هذا العام في مدينة الكرنفال كولون غصت شوارع المدينة بنحو مليوني بهلول متنكر يحطون بمسيرة عربات الكرنفال التي تتلوى كالثعبان طوال كيلومترات داخل المدينة القديمة قبل أن تنتهي في شارع عريض في منتصف المدينة.
إذن هي عادات جميلة ولكل بلد عاداته الخاصة. بالنسبة لاثنين الزهور وكرنفال الزهور بألمانيا أعتقد من العادات الجميلة. كذلك بالأسبوع الماضي يعني في بعض البلدان في الدول الآسيوية كانت تحتفل كذلك بالزهور أو ما يسمى بالنسبة لهم أو كثقافتهم بالنيروز. أكيد طبعا كل دولة لها عادات وثقافات وأعراف حتى فعاليات متعودين عليها. كل مجتمع يمكن ينفرد بشيء من الثقافة لنفسه. نعم. إذن بالنسبة ليوم الزهور أعتقد أو اثنين الزهور أعتقد الآن وصلنا إلى ختام برنامجنا وبرنامج الصباحي معكم. إذن نلقاكم إن شاء الله بالغد بمواضيع جديدة ويتجدد بكم اللقاء. تقبلوا تحياتي أنا أيضا يعقوب يوسف وتحيات طاقم العمل. إلى اللقاء.